أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: إذا مات المسلم قد أدى جميع أركان الإسلام ولكنه وقع في الشرك الأكبر كالذبح لغير الله والطواف بالقبور جهلا منه، إذا مات المسلم وقد أدى جميع أركان الإسلام ولكنه وقع في الشرك الأكبر كالذبح لغير الله والطواف بالقبور، والسبب أنه جاهل بذلك معتقدا أن ذلك من الدين بسبب علماء الضلال في بلده ولم يبلغ بالصواب، هل يحكم عليه بالكفر والخلود في النار؟ نرجو من فضيلتكم التوضيح. نحكم عليه بما مات عليه، إذا مات وهو يدعو غير الله ويذبح لغير الله ويطوف بالقبور حكمنا عليه بأنه مشرك، نحن ما لنا إلا الظاهر، نحكم عليه بأنه مشرك ونعامله معاملة المشركين لأنه مات على الشرك. والجهل ما هو عذر دائما، اللي يعيش مع المسلمين وفي بلاد المسلمين ويسمع القرآن ويسمع كلام أهل العلم ويبقى على ما هو عليه ولا يتحرك، هذا ليس معذورا لأنه بلغته الحجة ولكنه لم يلتفت إليها. تقليده للعلماء الضلال ما هو بعذر له، هو إنسان عاقل، إنسان بسيط، كونه يسمع الآيات ويسمع الأحاديث ويسمع كلام أهل العلم ولا يصغي لها وإنما يتبع علماء الضلال، هذا ليس عذرا له عند الله سبحانه وتعالى لأنه قامت عليه الحجة ولكنه لم يعبأ بها ولم يلتفت إليها ويريد البقاء على ما كان عليه فلان وعلان. والشيخ الفلاني والعالم الفلاني ما ينفعه عند الله يوم القيامة. نعم. ويسأل أحسن الله إليك عن الحكم على هذا بالخلود بالنار. نعم، إذا مات على الشرك فإنه يكون من أهل النار خالدا فيها، يكون من أهل النار. نعم.